يا بياق الأمل نحو المستقبل، يا كل عاشق لهذا الوطن الأبي، يا أيها النخبة الطيبة التي شرفتنا بحضورها اليوم في مؤتمر الحزب، إننا نحن أبناء مصر الجديدة، مصر التي عانت طويلا من طامعين وحاقدين، لكنها لم تخضع أبدا بفضل الله، فقد قدر الله لها البقاء والبعث دوما بسواعد أبنائها المخلصين. إننا في حزب مستقبل وطن، اللبنة الطيبة بإذن الله في الصلح المشين، ولدنا مع الأنفاس الأولى لصباح الحرية وتباشير المستقبل يوم 30 يونيو. كنا بعد ثورة أعادت مصر التي سلبت إلى أبنائها الصادقين في حبها، حملة انطلقت بالشباب ووثقت في قدرتهم وآمنت بالقائد الذي تصدى لنصرة الوطن، حملة حملت اسم المستقبل وآمنت به ورأت في الزعيم الأمل نحو. نخبة من شباب مصر اجتمعوا على حب الوطن، وضمهم حب قائد شعر بوطنه الذي طاق طويلا إلى من يحنو عليه، ضحى بنفسه من أجل الوطن، لم يخشى في الله أحد، لم يتوانى عن تقديم روحه من أجل الوطن. فتحية إجلال وتقدير وعرفان للبطل النبيل وللقائد المخلص والمخلص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. اسمحوا لي أن أضمن كلمتي رسائل من القلب لمعان وقامات بعينها أحب أن أحدثها أمامكم. بداية أسرتي الكريمة، قادة ورموز وأعضاء ونواب حزب مستقبل وطن، نحن أبناء ذلك الحزب تعلمنا السياسة مع الصدق، وتنفسنا الوطن في سماء الحرية، رأينا في حامية مصر مستقبل وطن، نظمنا الصفوف خلفه وانطلقنا معه نحو البناء، انطلقنا حزبا وليدا يدرك دور الآباء ويفتح الأبواب للأبناء، لم نضع نصب أعيننا المناصب ولا أن نعتلي المقاعد يوما ما في صفوف القادة، بل آثرنا الوطن وآمنا بزعيمه، ثم سرنا نحو البناء نعمل من أجل وطننا يوم أن كان الكثير يتشدق بالكلمات. كنا أقوياء في الانتصار للوطن في كل ميادينه، وسبقنا الجميع في الانحياز للمسلمين.